خاطر كيما قال ميدو تقنيا عندهم لاعبين ممتازين بزاف. ما تقدرش تجي تحكم الجهه اليمنى تصيب عندك يامال يدخل لك بالكره الاخر باش يدخل يغلق ويليامس يصيب روحه وحده اولمو يحكم العمق موراتا يزيد يبيكي يديروا لك خطوره بدون كره وكيكون عندهم الكره يوبليجي وك ديفوندي وانت تولي اون اريير معناتها تلمو سو لو بلون تكنيك سون فور يوبليجيوك ميم انت فيزيكمون انت اكثر منهم يوبليجيوك دير هذوك الغلطات وتولي ترتكب ويعطيك الصحه على بالك باللي لي جوار في لو موند اونتي لي ميور جوار لي يكونوا خطيرين محمد لي يجيك بالكره وما يخافكش يجي دائما يبروفوكيك دائما يجي لان كونتر اي حد يبروفوكيك باش غير يليمينيك يزيد الاولاني غير يخرج توجور يخلي المنتخبات صاحبه اطول سلسله غياب عن الالقاب يتصدرها كوريا الجنوبيه 64 سنه لم تفز باي لقب ثم اثيوبيا 62 سنه لم تفز باي لقب نتحدث عن المنتخبات التي كانت قد توجت ثم غابت عن التتويج ثم بعد ذلك المنتخب الإنجليزي 58 سنة دون لقب يعني لعمره 58 سنة الآن لم يشاهد إنجلترا ترفع لا كأس عالم ولا كأس أوروبا ولا حتى كاين لعنة حتى كاس العالم غوتمان تاع بنفيكا حتى كاس العالم خدوا في 66 محمد في اصطادهم الهدف الثالث ماهوش هدف في الملعب اسمحوا لي نواصل مع القائمه ثم السودان 50 سنه ثم الكونغو الديمقراطيه 50 سنه بدون القاب ثم البيرو 49 سنه ثم المغرب ب 48 سنه دون القاب يعني المنتخب الانجليزي سلسله طويله جدا يعني منتخب عملاق الوحيد من المنتخبات الكبرى هذيك القائمه اللي عنده 58 سنه اللي عنده اللي منتخب المنتخبات الكبرى لما تشوف هذيك القائمه انجلترا فقط اللي من المنتخبات الكبرى التي لم تحرز اي لقب يعني المنتخب نقارنوا واستضافت انجلترا في العديد من المرات نهائيات اليورو في 96 فاز بها المانيا وصلت الى النصف النهائي في 2021 لعبت اعتقد ربع نهائي نصف نهائي ونهائي ثلاث مباريات متتاليه في ملعب حتى في الدور الاولى بثلاث مباريات الاولى في ملعب تقريبا كل مبارياتها لعبتها تقريبا ميدو هذه كاين 30 سنه دون اي لقب لا كاس اوروبا لا كاس عالم امس في تصريح في الندوه الصحفيه لا دوري انجليزي لا دوري الماني لا كوبا لا لم يفوز باي لقب ابن الاصغر لميكائيل بالاك ولو انه بالاك فاز بالدوري الانجليزي مع تشيلسي لانه بالاك ايضا عنده لعنه في النهائيات خسر نهائي 2002 2002 خسر نهائيين تشامبيونز ليغ بهدف زيدان وخسر نهائي كاس العالم ضد ثنائيه الفينومينو بعدها خسر نهائي دوري ابطال اوروبا 2008 ضد مانشستر يونايتد هاري كين امس صرح تصريح في الندوه الصحفيه بالعاميه يقول لك غير شويه قال لهم اريد ان بامكاني ان ابادل كل القابي الفرديه يعني هداف الدوري وغيره وغيره مقابل لقب واحد فقط جماعي هنا تشوف لما تشوف هاري كين الاهميه لتتويج مع منتخب بلدي يعني هاري كين اسم ثقيل قائد المنتخب الانجليزي ولكن بدون لقب شيء محير جدا قاسي السعيد حتى انتقاله هذا العام للبايرن الجميع قال سيفك العقده وسيطرد اللعنه وسيفوز باول لقب ولكن البايرن خسر كل شيء هذا الموسم وحتى يعني حتى ما حتى الاضواء ما تسلطش عليه كما رونالدو او ميسي لعب لي سجل اهداف سجل يعني كثير ولكن ما مش عارف غلط محمد علاه كان جال الريح يدي الالقاب كان شان ريال مدريد ما يديوش سؤال جماعي واريد اجابه واحده تعتقدون بان ساوث جيت سيواصل تدريب المنتخب الانجليزي بعد ثمان سنوات قضاها على راس منتخب الاسود ثلاثه نعم ولا قبل ما ندخلوا البلاطو سمعت تكلموا عليه في بلاطوات قال لك تقريبا 90% ما يكملش مع المنتخب سيواصل سيواصل كاس العالم كاس العالم ويحبس بسبب كاس العالم سيواصل سيواصل يجيبوا يغامروا صح منتخب رغم كل شيء يورجن كلوب موجود يورجن كلوب يولي الانديه محمد ما يوليش المنتخب شوف ما يقدروش يغامروا بمنتخب وصل لنهائيين متتاليين كاس امم اوروبا يغامروا به يكسروا هذا السيروره وهذا الانتظار في المستوى رغم عدم تتويجه بالالقاب قبل عامين او اقل من عامين من كاس العالم لموعد كبير يطمع يقول لك بالك ساوث جيت يكسر
اللعنة في كأس العالم المقبل. وهذا شيء ممكن جدا شرط أن يغير بعض الشيء من فلسفته الكروية. أعتقد سيواصل. هو كان مرشح لتدريب مانشستر يونايتد بعد اليورو. مانشستر يونايتد جدد الثقة في إيريك تين هاك. لكن ألم يقل هو قبل بداية اليورو إذا فشلت سأرحل؟ لكن كان شيء آخر أيضا، كان كأس العالم، وكان ممكن عدم وجود أي مدرب إنجليزي متاح في الفترة الحالية، متاح لقيادة المنتخب، لأنه الإنجليز منذ سفن غوران إريكسون لم يعودوا لتعاقد مع مدرب أجنبي. إريكسون سكوتلندي سويدي، سفن غوران إريكسون مونديا إريكسون، ماشي فيرغيسون، فيرغيسون اللي سكوتلندي، نعم سفن غوران إريكسون، نعم منذ سفن غوران إريكسون لم يعودوا لتعاقد مع إريكسون، لم يحقق لم يعودوا لتعاقد، جاء بعده كابيلو. كابيلو عفوا، كابيلو 2010 نعم كابيلو نعم. ويخافوا من سيناريو المدرب المساعد السابق ل سير أليكس فيرغسون في مانشستر، بعدها قاد ديفيد مويس، لا ديفيد مويس قاد ميدلزبرو النهائي الاوروبي، قاد المنتخب الانجليزي، فشلوا في تأهل الى كاس امم اوروبا 2012 على ما اعتقد، الانجليز لم يشاركوا نتيجه المدرب اللي كان مساعد سابق بالنسبه للمدرب المدرب أليكس فيرغسون. ربما الوقت لابس دو طون، الوقت ماهوش كثير بالنسبه للمنتخب الانجليزي، لذلك سيتجهون لتجديد الثقه في ساوثغيت ما دام في الاقصائيات هو افضل منتخب. هل يريد يكمل العمل معهم مع المنتخب الانجليزي؟ سينوت بير دو موس، هذا شيء اخر. انا حقي اذا كان سيستمر ام لا. فوز يرتب لي افضل ثلاث لاعبين اسبان في هذه الدوره. رودري، يامال، وانك قاعد ثلاثة باصيتني قاعد لاح ويليامز يا مال ورودري مال قري قاعد عود رودري يا مال ويليامز ويا وكثر أيام رويز رودري يا مال كين شاكا رغم انه ما وصلش النهائي. لا 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 في المنتخب الاسباني، تكفى على المنتخب الاسباني. وعندك رودي، عندك عملاح والله كيما راني مع فوز، ما تقدرش تختار والله ما تقدر تختار. شوف كوكو تحقر كوكوريا دار دوره في اعلى مستوى. كارفاخال دار دوره. ولابورت لابورت تكلم عليه ميدو. رغم انه لابورت يلعب في الدوري السعودي. جاي من الدوري السعودي، شوف المستوى اللي يقدمه لابورت في هذا اليورو. يا مال بدون ادنى مرطة اسمع شوف يقوم بادوار خفيه، يعاون، يمدلك هذاك العنق، يحرر دائما، يشد لك دو ديفونسور، يحرر الاجنحه، يدير 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 مسافه بين بين الاظهره وقلبي الدفاع. هذا الامر يخلي مساحه كبيره ليامال ونيكو ويليامز، وما يخليش المدافعين يطلعوا. عنده دور بصح محمد، انا حابين نتكلم على لابورت. يعني لابورت اللي كان قريب للمنتخب الفرنسي وديشان رفضوا، جا دخل معهم معسكر ودي واحد وعاود غادر. عاد المنتخب عندهم لابورت ولو نورمال، لاعبين من اصول فرنسيه، يعني هذوك لي فري زابيتون دو فرانس. هاد زوج لاعبين هادو ما يعني ما كانتهم واضحه في المنتخب الفرنسي. شوف خيارات وفلسفه المدرب، لانه ديشان ما يعتمدش على المدافع من هذيك الطينه. من هو الجندي المجهول في المنتخب الاسباني؟ لاعب قدم دوره مميزه ولكن لم ينل حقه من الثناء في الاعلام. كارفاخال، لابورت، كارفاخال الجماعه يتحدث عليه، لابورت قليل اللي حكى عليه، حتى في اوناي سيمون. اوناي سيمون ما لم يختبر كثيرا اوناي سيمون، لكن خرج افضل حارس في اكيد ميور ديفونس المنتخب الاسباني، تلقى شحال اربع اهداف، ثلاث اهداف لا في الدور الاول ما تلقاش، تلقى اربع اهداف جورجيا في الادوار الاقصائيه كلها، تلقى لغايه النهائي تلقى هدف 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 في كل مباراه. لما تشوف إمريك لابورت، أنا باش ما نعاودش نتحدث واش تحدثت عليها، أنا بالنسبة لي هو الجندي المجهول في المنتخب الإسباني. قدم دورة من أروع ما يكون دورة في المستوى، رد بها على كل من انتقده لما انتقل إلى النصر السعودي، رغم ذلك بقى في فورمة عالية. لما تكون تخدم وتكون بروفيسيونال في راسك حتى وتلعب في الدوري اليمني، ممكن انه يبقى المستوى ديالك عالي. التنافس، شوف التنافس مستوى الدوري اثر ايضا في